مشاهدي ان تي ان، مشاهدي ناي لايف، اهلا بيكم وحلقه جديده من نهارك سعيد. النهارده 12/10/2011 هنكون معاكم لمده ساعتين، هنتكلم في اهم الاحداث اللي بتحصل في مصر بشكل عام. هنكون معاكم انا واشرف وشريف. صباح الفل. صباح الفل. صباح الخير. اتفضل يا شريف. اتفضل يا اشرف. اتفضل شريف. صباح الخير شريف. صباح الخير عايده. صباح الخير مشاهدي ناي لايف، ونهاركم دايما سعيد. يعني اكيد الناس اللي زعلانه على الزمالك ان هو اتغلب وطلع من كاس مصر كتير، انما في ناس تانية طبعا مبسوطه، وبنقول الف مبروك لإنبي ان هو طلع وكسب للمره التانية كاس مصر. الف مليون مبروك. شايفك سعيد كده ومتشفي كده وعينك بتلمع على غير العاده. يعني مبسوط انه في ناس تانية بتحتل الاماكن او البوزيشن المتقدمه في اي مكان في البلد. مبسوط ان في جيل تاني غير الناس القدام، بغض النظر مع احترامي يعني للناس القدام، اذا كان الاهلي والزمالك واللعيبه او السياسيين او مبسوط ان في جيل جديد بيبتدي يقول انا موجود. بس هو ممكن الجيل ده يطلع برده من خلال النوادي الكبيره. يعني احنا عندنا مثلا مانشستر، عندنا برشلونه، عندنا يعني في نوادي قمه، وهيفضل في نوادي قمه. فهو ايه المانع ان الاجيال دي تطلع برده من خلال نوادي قمه؟ طبعا مع احترامنا الشديد ويعني وتحياتنا الشديده للانبي، بس دايما لكل دوري في العالم ولكل بطولة في العالم نوادي معروفة هي نوادي القمة. فليزعل ان نوادي القمة ديت ان هي تفضل هي اللي بتتأخر، ومش تتأخر عشان خاطر هي مستواها نزل، لا، علشان خاطر العناصر الجديدة اللي فيها عمالة تقل عشان فيهاش عناصر شابة زي ما انت بتقول، وان النوادي التانية هي اللي تطلع مش خاطر هي احسن، لك عشان بس عناصرها اكتر. ده مش عدل. فاهم قصدي؟ اعتقد ان ده يعني لو كان بجداره اقول لك ماشي، بس هي مش بجداره. فاهم قصدي؟ هي ليها، هي بعدم تكافؤ واداره غلط. ويعني كان معانا ايهاب الخطيب معانا ايهاب الخطيب النهارده، هيكون معانا في فقره خاصه جدا على هذا الموضوع. انا واشرف هنتكلم ونحلل هذه المباراه، وبشكل عام بقى حال الرياضه في مصر. قانون الغدر غيروا اسمه، بقى قانون اسمه قانون الفساد السياسي. ده لسه النهارده موجود عندنا في المنشتات الصحافه، النهارده موجود، وهنتكلم فيه النهارده مع ضيفي الاستاذ عصام الاسلامبولي الفقيه الدستوري. هنفهم اكتر عن هذا القانون وازاي نقدر نفعله. اخر فقره هتكون معانا زي ما احنا متعودين كل يوم اربع بيبقى عندنا حديث الاربعاء، وهنتكلم فيه عن اهم الاحداث اللي حصلت على مدار الاسبوع اللي فات. وطبعا هيبقى عندنا جزء كبير من فقرتنا النهارده بنتكلم على احداث ماسبيرو وتبعاتها، واذا كان قانون الغدر برضه ليه علاقه بالموضوع ده ولا لا، لانه في كلام كتير على انه علشان بدا يبقى في كلام جاد عن تفعيل قانون الغدر او العزل السياسي. في ناس شايفه من النظريات يعني انه ده نتيجه ان الناس رافضه انه يتم عزلها، فبالتالي بتحاول تشعل الفتن وتشعل البلد بشكل عام. فمن ضمن الحاجات اللي هنتكلم عنها، هل الحكومه الحاليه استقالت ام لا؟ هل بس دكتور حازم البلاوي هو اللي قدم استقالته واتقبلت ولا لا؟ دي من اهم الاحداث اللي حصلت يعني خلال ال 48 ساعه. الشائعات اليومين دول هايله، يعني شائعات من اول اصلا احداث ماسبيرو المؤسفه جدا، وما بعدها من ايام مين اعتزل مين مش هيعتزل، مين استقال مين ما استقالش. ده في حكومات اتشالت في اليومين اللي فاتوا ورجعت تاني، وكلها اشاعات. احنا عايزين نبقى في تاكيد لهذه المعلومات. استاذ محمد طلعت الهواري الصحفي هيبقى في ضيافه شريف فقره الصحافه. نهاركم دايما سعيد.